السلام عليكم أعزائي التلاميذ. إذا هذا الحصة غادي ننصحو لابارتي ديال الإلكتريسيتي اللي تحطات في الباك ديال 2019 أوبسيون سيونس مات. إذا هنا عندنا إر إل سي ليبر في لابارتي الأولى، ثم إر إل سي فورسي في لابارتي الثانية. إذا بعدا نفهمو هذا التمرين هذا. إذا عطاونا هنا أو، هنا سي، هنا إر في لابارتي الأولى. إذا قال لك في لابارتي الأولى غادي نشارجيو الكوندونساتور، إذا غادي نديرو الانتيريبتور في كا في واحد باش يتشارجا الكوندونساتور. ملي تشارجا غادي ديشارجا من بعد في لابوبين وفي هاد ار هاد لا ريزيستونس، ملي نديروه في لابوزيسيون دو. غير هو هاد السي هذا عندنا مدوبل، عندنا جوج ديال الكوندونساتور. اذا خاصنا نلقاو شكون هو لي كوندونساتور لي هو ايكيفالون لهاد الجوج هادو باش نلقاو ديك يو سي ديالو. ابي يو سي ديالو يو سي دو. اذا هنا كيما كنا قلنا في الدرس، بالنسبه لي كوندونساتور الى كانوا اون باراليل، لاسوسياسيون ديالهم هو العكس ديال لي ريزيستونس. اذا سي ايكيفالونس نكتبو هي سي بلس سي. مثلا عندك سي 1 سي 2 سي 3 تدير سي 1 زائد سي 2 زائد سي 3 الى اخره، مفهوم؟ اذا هنا عندنا بحال بحال سي بحال سي 1 بحال سي 2 كلهم عندهم لا ميم كاباسيتي. اذا تنديرو سي بلس سي هي 2 سي. اذا بحال قلتي هذا غادي نعوضوه بواحد الكوندونساتور واحد. اذا هادشي ديرو غير في الوصف. اذا مثلا غادي نعوضوه كوندونساتور عنده اون كاباسيتي لي هي 2 سي. اذا هذا غادي يكون واحد الكوندونساتور كبير لي عنده 2 سي، صافي باش ما نتلفوش، باش نخليو هذا باش ما نتلفوش. هذا هو يو سي دو تي. اذا هنا في لابارتي الاولى اش مطلوب منا؟ اذا قال لك في واحد واحد. اذا ايتابلي ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفي بار لا تونسيون يو سي دو تي. اذا اولا خاصنا نعرفو بعدا شكون هما العلاقات اللي عندنا نحطوهم. هادشي في الوسط تدير يو سي دو تي. يو سي دو تي هي اش؟ هي كي سوغ لا كاباسيتي سوغ دو سي. هادشي باش ما ننساوش ديما نحطو حدانا اي. اشنو باقي؟ اي تساوي دي دو كي سوغ دي دو تي. تادي مهم ياك، صافي نخدمو عادي. اذا غنديرو او، نديرو نطبقو لا لوا داديتيفيتي دي طونسيون اضافيه التوترات. اذا او تساوي يو سي بلس يو ار. يو سي بلس يو ار. اذا قال لك تلقى ليكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون دو يو سي. يو سي هي كاينه، خاصنا هاد يو ار نحولها ل يو سي. اذا هي يو سي بلس ار زيرو في اي. ار هي نيت ار زيرو. اي اش كتساوي؟ كتساوي دي كي سور دي دي تي او كي. وكي تساوي سي يو سي. اذا غادي نخرجوها ياك، فهمتوا الطريقه؟ اذا دي دو كي سور دي دو تي هي اش؟ هي سي دي يو سي سور دي تي. نكملو في الجهه الاخرى ياك. اذا غادي نكتبو اذا او ايغال يو سي بلس ار اي. اي اللي هي دي دو كي سور دي دو تي اللي هي سي. ولكن اش من سي هنا باش ما نساوش؟ ديما نبقى نديرو هنا دو سي، صافي دو سي دو سي باش ما ننساوش. دو سي دي يو سي سيو دي دي تي، صافي. الا سميوها نتوما سي بريم ومن بعد قطعوا ديك سي بريم دو سي باش ما تنساوهاش، واضح؟ اذا هادشي اللي كاين عندكم. اذا من الافضل ديما هاد لا ديال فيل تكون كبيره تنخليوها خاويه. اذا هنا هادي راه صحيحه، ولكن من الافضل تكتبوها على هاد الشكل. و دي يو سي سيو دي دي تي بلس واحد على جوج ار سي. اذا طو طو بريم في هاد الحاله هي جوج ار سي. طو اللي قرينا في ار سي هو ار مضروبه في سي، ياك عقلت؟ هنا في هاد الحاله هي جوج ار سي. فاش يو سي تساوي او على جوج ار سي. اذا ها هي ليكواسيون ديفيرونسيال ديالنا السؤال الاول. نمشيو دابا للسؤال رقم جوج. ان دو قالك ديتيرمين لا فالور دو لانتونسيتي دو كورون اي تي جوست ابخي لا فيرميتور دو سيركوي. جوست ابخي ملي كنديرو كا هنا، يلاه درناه، صافي. اذا باقيه في تي تساوي صفر. اذا واش هذا غادي يكون مشارجي؟ هذا الكوندونساتور جوست ابخي لا فيرميتور غتكون لا طونسيون ديالو صفر، ما مشارجيش. اذا غتكون اش او ا بحال قلتو ا تي تساوي صفر، غتكون او تساوي ار في اي. يو سي ايكال زيرو، مازال ما تشارجاش، يلاه كيتشارجا مع الوقت. اذا انا بغيت اي في تي تساوي صفر ياك.
هادي علاش كنقلب. اذا غادي ندير تو كافي. اذا اي في تي تساوي صفر تساوي او على ار. او الى شفتو التمرين كامل ما عطينكمش او لا فالور دو او. منين غنجبدها؟ غنجبدها من لا كورب ديال يو سي دو تي. يو سي دو تي فلاشارج ديالها يعني في تي لانفيني فلاشارج ديالها كتولي هي او يعني تنفسها او مفهوم. ملي كتشارجها كتاخذ القيمه ديال او. اذا غادي نقول اش او ايغال يو سي تي طون فيغ لانفيني ولا تي لانفيني ولا دابخي لاكو. نتوما شوفوا الطريقه اللي مزيانه اللي مسلكاكم. اذا تساوي اش 6 فولت وكتعوض هنا. اذا دونك اي في تي ايغال ا 0 ايغال اش 6 فولت على ار اللي هي ار 0 ار ايغال ار 0 اللي هي 10 اس 3 اون. ديما من الكيلو اون تتحولها للامبير تساوي شحال. اذا حسبتو هادي غتلقاو هي 6 10 اس ناقص 3 امبير مفهوم. اذا هكا تلقاو اي تي في الزيرو. اذا قالك ان 3 فيريفي كو لا فالور دو لا كاباسيتي اي سي 920 نانو فاراد مفهوم. اذا حنا كنعرف واحد القضيه عرفنا هادي هي طو. ديما من طو ملي غنجبدو طو تساوي ديالنا في هاد الحاله هادي جوج ار في سي. وطو شحال كتساوي؟ شوفو في الشكل طو هي بحال قلنا لكم لا كورب هنا لا كورب ديال يو سي هنا لوريجين بيرمانون هادي هي او ياك. ملي كديرو هاد في الزيرو ملي كدير لا طونجونت في الزيرو البلاصه فين كتلاقى مع او مع داك المستقيم اللي هو باراليل مع او هاد البلاصه هادي هي طو كما قلنا في الدرس هادي هي طو صافي. اذا نشوفو طو شحال تعطيكم في لا كورب عطاتكم 0.24 ملي سكوند. اذا هي 0.24 10 اس ناقص 3 سكوند. اوكي اذا سي سي ايغال 0.24 10 اس ناقص 3 على اش جوج اف اللي هي جوج فوا 10 اس 3 اللي هي 0.24 على جوج 10 اس ناقص 6 اللي تتساوي 1.2 10 اس ناقص 7 فاراد ياك. ولكن مازال ما تاكدناش من ديك النانو فاراد. اذا باش نحولوا هاد 1.2 ل 120 خاصنا نضربوه هنا في 100 ياك. اللي غتولي سي هي 120. الا ضربناه في 100 خاصنا نضربو في 10 اس ناقص 2 اللي هي نقسمو على 100 بحال ما درنا والو. 10 اس ناقص 7 فاراد اللي هي 120 10 اس ناقص 9 فاراد. شكون 10 اس ناقص 9 هي نانو فاراد. اذا هي 120 نانو فاراد. اذا بهذه الطريقه هذه كنكونوا خرجنا لا كاباسيتي سي تساوي 120 نانو فاراد. اذا غادي نكملو نحيو ولا نكملو كون لو ريجيم بيرمانون اي ايتابلي. ملي كنوصلو لو ريجيم بيرمانون ايتابلي اون باسكول لانتيريبتور كا اون بوزيسيون دو ان انستون شوازي كوم نوفيل اوريجين دي دات تي ايغال زيرو. دونك في نشدو واحد تي زيرو درنا لا بوزيسيون ديال كا في جوج يعني اون اون ديشارج دو كوندونساتور دون لا بوبين اي دون لا ريزيستونس. اذا on aura une dissipation d'énergie par effet joule حيت عندنا لا ريزيستونس في هذه الحاله. Établir l'équation différentielle vérifiée par la charge Q de T du condensateur équivalent aux deux condensateurs. اذا هنا في البارتي جوج عندنا اش عندنا UR plus UC plus UL égale 0. اذا UR هي R 0 في I ولا R خليها على جنب. UC هي Q على C بريم اللي هي جوج C ما بقاش نساوي هاد جوج C بلس L D دو I سور D دو T لأنها مكايناش أون ريزيستونس أنترن في لابوبين. واخا نجيو عاد تاني داك المراجعة أشنو يو C ديما بقا تكتبو هاد Q في هاد الحالة على جوج C ما تنساوش. إذا I تساوي D دو Q سور D دو T هي أش Q هي جوج C يو C غنخرج جوج C D يو C سور D T. R I هي T de Q sur T de T plus Q sur juge C plus L T de I
هي دي دو كي سور دي تي، هي ال دي او كاري كي سور دي تي او كاري تساوي صفر. اذا هاي، ولكن ديما هادي خاصنا نخليوها اللي عندها اكبر ديريفي كنخليوها بوحدة خاوية من الافضل. اذا باش تبقى دي او كاري كي سور دي تي او كاري بلس بالنسبة ل 1 4 2 il est donc établir l'expression de la dérivée par rapport au temps de l'énergie totale ET du circuit en fonction de R0 et de l'intensité du courant IT dans le circuit et justifie la diminution de ET au cours du temps. Il y a bien la علاش لان كاين لا ريزيستانس اذا غيكون اف جول اذا راه باينه. ولكن حنا خصنا بعدا نلقاو l'expression de la dérivée par rapport au temps de l'énergie totale. مزيان. في لا ديشارج عندنا الكوندونساتور وعندنا لا بوبين. اذا هادوك جوج كيشدوا لينيرجي. لينيرجي توتال غادي تساوي هي 1 دومي سي، اللي في هذه الحاله هي جوج سي يو سي او كاري بلس لينيرجي او ماغازيني في لا بوبين هي 1 دومي ال اي او كاري. بون، اذا غتكون بعدا او تي تساوي جوج مع جوج مشات، غتكون سي سي او كاري بلس ان دومي ال اي او كاري. اذا نحاولوا ما امكن نحولوا يو سي اللي هي كي على جوج سي ياك، و اي هي دي دو كي سور دي دو تي هي جوج سي دي يو سي. هي نحولوها غير لهادي، عرفتوا علاش؟ باش نلقاو شي علاقه بين الانرجي توتال وبين هاد ليكواسيون ديفيرونسيال اللي لقيناها. علاش؟ حيت قالك هو دير لا ديريفي ديال او تي اون فونكسيون دو تي باش تعطينا اون فونكسيون دو لا ريزيستانس او اي. لا ريزيستانس او اي فين كاين لا ريزيستانس في ليكواسيون ديفيرونسيال. اذا خاصنا نلقاو شي علاقه بين لا ديريفي هادي ديال الانرجي توتال، راه ديما هادشي كيتعاود مع ليكواسيون ديفيرونسيال ياك. اذا غادي نعوضو بعدا هنا ونشوفو اشنو خرج لنا. او تي تساوي سي اللي هي في يو سي اللي هي كي او كاري سور 4 سي او كاري فون بلس ان دومي ال اي اللي هي دي كي سور دي دو تي الكل او كاري. راه ماشي هادي لا ديريفي سكوند، لا راه اي او كاري يعني دي دو كي سور دي تي ديك لا ديريفي دير ليها او كاري فون. دابا نديرو لا ديريفي ديال دي او تي كيما قالوا لنا هما ياك. اذا غنديرو لا ديريفي هنا اللي كيتغير هو كيو. اذا لا ديريفي ديال مثلا يو ان، شكون هي لا ديريفي ديال واحد الفونكسيون ان؟ هي ان يو يو ان هي يو ان موان زان ياك اوس جوج، غتكون هي جوج في يو في يو اوس جوج ناقص واحد اللي هي واحد. اذا غتكون سي على ربعة سي او كاري فوا جوج فوا كيو فوا دي دو كيو سور دي دو تي. نفس الشيء هنا، هنا غتكون هي جوج واحد على جوج فوا جوج فوا ال دي دو كي سور دي دو تي فوا دي او كاري كي. هنا لا ديريفي سكوند فون، نطبقو هاد القاعدة اللي قلنا في الماط. اذا دي او توتال سور دي دو تي تساوي جوج غتمشي غتولي واحد سي بعدا مشات غتولي واحد على جوج سي كي دي دو كي سور دي دو تي بلوس L D D de Q sur D de T D au carré Q sur D T au carré. Parfait, je vous mets je vois qu'il y a une chute à vous bien allez vas-y D au carré Q sur D T au carré yep. Ben je tiens vous à ce niveau là que le chien dans le L D Q sur D de T ça va on dort bon ben je tiens vous et dans le fait j'allais dans le col chiffre D نضرب هذه في دي في ال دي كي سور دي تي غتولي ال دي كي سور دي تي فوا دي او كاري كي سور دي تي او كاري بلاش قاعد بلس ال غتحيد غتولي ار زيرو دي دو كي سور دي دو تي فوا او كاري هذه او كاري
بلوس ال غتمشي تولي واحد على جوج سي ال مشات دي دو كي دي دو كي سور دي دو تي في كي تساوي صفر لان صفر لا ضربتي في ال دي كي سور دي تي غتعطيك صفر. اذا شوفوا دابا واش كاين شي تشابه بين ايكواسيون ديفيرونسيال ديالنا و لا ديريفي دو لينيرجي توتال بارابور او اذا نشوفوا مزيان. اذا ال دي كي سور دي تي راه قادينا قويه هادي ياك هي هادي هاي هي وحده بعدا بانت واحد على جوج سي كي في دي كي سور دي تي هي هادي مسموها مقدار ياك. اذا هادي هي هادي إذا نجمت هاد الجوج هادي هي الإنرجي توتال ياك. إذا هاد الجوج هادي هادي وهادي هي الإنرجي توتال هي لا ديريفي دو الإنرجي توتال. دونك لا ديريفي دو الإنرجي توتال سيغ تي تي بلوس إر زيرو دي كي سيغ تي تي هي إي أو كاري تساوي صفر. هاني لقيتها فهمتو. هاني لقيت الإنرجي لا ديريفي دو الإنرجي توتال أون فونكسيون دو لا ريزيستونس أو دو إي زيرو أو دو إي أو كاري. إذا تي أو T sur dt تساوي موان R0 I au carré صافي تخي بيان. إذا هنا كاين جوج حلول باش تقول لي راه دير لينيرجي توتال راه كتنقص مع الوقت. أولا الحاجة الأولى أنه كاين لا ديشارج ملي كنباسكيلو لانتربتور بوزيسيون 2 إليا أون ديشارج دو كوندونساتور. شكون هي الديشارج؟ يعني U C دو T كتنقص وبالتالي I دو T حتى هي غادي تكون أون فونكسيون ديكرواسونت بارابور الطون فهم. اذا اي تي غادي تنقص مع لو طون. اذا انا نقصت اي تي اذا هاد لا ديريفي دو اي تي سو دي تي غادي تنقص فهم. الحاجه الثانيه انا كاين لا ريزيستونس في السيركوي اذا اون اون ديسيباسيون دي انرجي بار ايفي جول وبالتالي هاد الانرجي توتال غادي تبقى كتنقص مع الوقت. اذا نقولوا هنا قال لك هنا اي جوستيفي لا ديمينيسيون دو اي تي او كور دي طون. اذا غادي نقولوا اليا دون لو سيركوي dans le circuit il y a la résistance R0 quelle est la résistance donc on aura la dissipation de l'énergie totale par effet joule. هذا هو التالي ولا كما قلت لكم قبيله راه بحال هكا. اذا هذا الشيء اللي كاين في الفقره الاولى ديال سيركوي ال سي ليبر تنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هذا الشيء. عاودوا إذا ما فهمتش شي بارتي عاد بشوي عليكم. إذا دابا غادي ندوزو لا بارتي الثانية اللي هي ار ال سي فورسي. إذا في لا بارتي ديال ار ال سي فورسي إذا غادي غير نطبقو القواعد اللي قرينا في الدرس فقط. إذا قالك دو أن قالك ديتيرميني لا فريكونس ان زيرو. إذا بالنسبة لواحد السيركوي ال ار ال سي إذا قرينا بأنه نكتب أنا دو أن إذا هادي إذن غادي نكتبو N0 إذن N0 تساوي 1 سور 2 بي راسين إل سي. إذن عطينا كل شيء. إذن عطينا إل أن اللي هي إذن عطينا 1 على 2 بي. إذن قالك ديتيرمينا فريكونس N0 إذن تي 0 عطينا مثل تي 0 المقلب ديال هادي بيريود بخور وهادي لا فريكونس بروبر. إذا واحد على ال سي ال هي جوج فاصلة خمسة عشرة أس ناقص ثلاثة فوا سي سي هي اللي لقينا قبيلة اللي هي 120 اللي هي شحال 120 نانو فارد 120 عشرة أس ناقص تسعود. إذا إلا حسبتو هادي مزيان إذا غتلقاو 9.19 كيلو هرتز. إذا فقط أون أبليكاسيون ديال الدرس. إذا خاصكم تحفظو هاد العلاقة هادي اللي كاينة عندكم في ال ال ثم السؤال الثاني قالك فيريفي كو ان 1 و ان 2 دي ليميت لا بوند باسونت ا موان 3 ديسيبل. اذا 2 2
اذا اولا خاصكم خاصنا نديروا واحد لا ريفيزيون شويه على الدرس. اذا هنا عندكم اي وهنا عندكم لا فريكونس. اذا كنعرفوا في لا فريكونس دو ريزونانس هذيك في ان 0 ياك تتكون عندنا اعلى قيمه ديال اي اللي هي اي 0 ياك. لا بوند باسونت ا موان 3 ديسيبل هي اللي تتكون بين هاد جوج لي فريكونس مثلا ان 1 و ان 2 بحيث هاد لو كورون اللي كاين هنا هاد اي هذا اش يساوي خاص تكون اي دو ان تكون سوبيريور او ايغال ا اي 0 سو راسين دو 2 خاص يتحقق هاد الشرط مفهوم. خاص جميع هاد لي فريكونس هادو اللي عندهم اي هنا جميع هاد الاي اللي كاين هنا ديال هاد لي فريكونس بين ان 1 و ان 2 هادي هي موان 3 ديسيبل خاص يكونوا اكبر من اي 0 سو راسين دو 2 خاصك انت تحسب اي 0 سو راسين دو 2 خاصك تلقاها اكبر او لا تساوي هذيك القيمه اللي عطاوك اللي هي ديال اي افيكاس اللي هي قال لك بوغ لي فريكونس ان 1 وان 2 يعني بحال قلت هنا ان 1 وان 2 سيت انتونسيتي اي افيكاس سو 0.50 يعني خاصنا حنا نديرو اي 0 سو راسين دو 2 خاصنا نلقاوها اش انفيريور او ايغال ا 0.50 بون. اذا حنا غادي نحسبوا واش تيتحقق هذا الشرط هذا. اذا غنقولوا اون غنحسبوا اي اي 0 سور 2 هنا افيكاس هادي اي 0 افيكاس تا هادي افيكاس صافي ماشي لا فالور ماكسيمال اللي هي اي 0 راه عاطينها لكم افيكاس اللي هي 0.71 سور راسين دو 2 تساوي اذا حسبتو هادي غتلقاو هي 0.50 تساوي اي افيكاس. اذا دونك اش راه الشرط محقق. اذا فيريفي كو ان ان دو دي ليميت لا بوند باسون دونك اكتبو دونك اي افيكاس اكبر او تساوي من اي 0 سور 2 نقول هنا دونك نخليو غادي نقول دونك ان ان اي ان دو دي ليميت la bande passante à moins 3 décibels. Très bien. Et dans le facteur de tempo, le cahier de l'écrit dans le test. Dans le temps de marche de la révision. D'abord, quand il y a le facteur de qualité. D'abord, le facteur de qualité, il faut se faire. Et dans il y a N0, elle a delta N. لنفترض ما عندكمش ان دلتا ان كدير هي ان سيغ ار غاسين ال على سي تختار انت اش من علاقه بغيتي تحسب يا اما كتطبق هاد العلاقه هادي ولا هادي مفهوم. اذا ار هنا ديك ار ما معطيهاش لكم مازال ما حسبناهاش اذا غنطبقوا هاد القاعده هادي لا ار مازال ما تحسبهاش اذا هادي ما خداماش غادي نطبقوا هادي كي تساوي ان 0 شكون هي دلتا ان هي بين ان 2 و ان 1 هي ان 2 موان ان 1 تساوي بكل بساطه وكتحسبوا الفاكتور دو كاليتي. اذا ان 0 كيما فينا هي ان 0 هاي سعود 9.19 كيلو هرتز من كيلو هرتز على ان 2 اللي هي 12.9 ناقص 6.54 تساوي وكنحسبوا الفاكتور دو كاليتي. اذا هي 1.44 اذا فاكتور دو كاليتي هذه هي الطريقه باش كنحسبوه ديما حفظوها هي 1.44. اذا نمشيو كالكولي لا فالور دو اف ان. اذا غادي نجيو لهنا لان كنعرفوا بانه يو ماكسيموم تساوي الامبيدونس ديال ار هي ار في اي ماكسيموم صافي وبغينا ار ان اذا هنا ار ان تساوي اش اي ماكسيمال على اي ام. دابا اي ماكس عندنا خاصنا اي ام شكون هي لا فالور ماكسيمال هي كنديرو لا فالور افيكاس ديال اي 0 ماكسيمال لا فالور افيكاس ماكسيمال اللي هي اي 0 فوا راسين دو 2 اللي هي اي 0 لا فالور افيكاس ماكسيمال فوا راسين دو 2 باش نلقاو لا فالور ماكسيمال ماشي افيكاس يعني لا فالور افيكاس ماكسيمال بغينا حنا لا فالور ماكسيمال كنطبقوا القاعده يساوي ار في اي بحال قلتو لا لوا دون
وكنحسبوها. اذا اي ان تساوي غاسين دو 2 فوا 0.71، وكنطبقوها هنا. اذا ار ان تساوي يو ان في ماكسيمال راهي معطيكم هي 100 على غاسين دو 2 فوا 0.71، تلقاو تقريبا 100 اوم. اوكي، اذا هادشي غير التطبيق ديال القاعده. ثم 2 4، calculer la résonance, calculer à la résonance la puissance moyenne dissipée par effet Joule. Quand on prend le cas de P, tu sais R phi I au carré I à la résonance. I y a I maximum, I y a I zéro. Ça va? I efficace maximum, la résonance. Il y en a au 4 à fond. Il y a un livre de tableau. La résonance N0. تتكون عندنا اش اي 0 صافي، تتكون اعلى قيمه ديال اي 0 هي فاش في فريكونس دو ريزونونس. اذا غادي نديرو بي اللي هي هذه ار ان اللي لقينا قبيله اللي هي 100 فوا 0.71 وكاري وتطبق 50 واط. اذا لابارتي دابا الثانيه غادي نكملو ما تبقى من هذه البارتي ديال الامتحان الوطني ديال 2019. اذا شكرا على حسن انتباهكم.